الفيديو هذا برعاية موقع حراج. كلكم تعرفون موقع حراج، أكبر موقع لبيع السلع سواء سيارات ولا أي سلعة. نجي ندخل هنا الرئيسية، حراج السيارات، حراج العقار، حراج الأجهزة، المواشي، كل شيء كل شيء. تشري تبيع أي شيء ببالك تبي تبيعه وتشريه تلقاه موقع حراج. هنا أكثر شيء يميز موقع حراج، تطبيق موقع حراج، السهولة بالبحث، بحيث أنك تقدر تسوي تضغط على الزر اللي قبل شوي حق الفلاتر، تختار صور فقط بدون معرض، سيدان، SUV، بيع، تنازل، مستعملة، مصدومة، كل الأشياء هذه تقدر أنت تختار وتتفرج وتحدد الأشياء اللي أنت تبي، وبعدين تضغط تطبيق ويطلع لك كل شيء. بحط لكم الرابط تحت وتشوفون كل شيء. وهنا عندك المنطقة، تحدد المدينة، يسهل لك البحث بشكل كبير. راح احط لكم الروابط كلها تحت بالوصف. اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين. يا هلا ومسهلا بالزوار مشتركينا جدد منورين قناتكم. تغطية سريعة، شركة بريمي الجديد. طبعا كان مقرهم هناك. وانقلوا وين؟ بأول المعارض، من أول ما تدخل ثاني معرض أو ثالث معرض بيجيك على اليمين. مميز من بعيد، ما شاء الله تبارك الله. لا بالداخلية ولا بالديكور ولا بالسيارات اللي موجودة عندهم. والسيارات هذولي لازم أصورهن لكم بالنهار عشان تكون واضحة لكم. أنواع الإسات بجميع الفئات وبجميع الألوان. وعندهم بعد السي، وعندهم اللكسز، أرنوب لكسز، أنواع الفئات وأنواع الألوان. وهذيك الصفة كلها مرسيدس سي. أنا الحين بأخذ لكم لفة سريعة وعلى الطاير. والديفندر والرينج موديل اللي قبل والجديد، أغلب أنواع السيارات والجيات راح نشوفها الحين مع بعض. الفيديو هذا والجزء هذا راح يكون بس الثلاث ألوان مميزة للجي 63 والرينج لون داخلي جديد، بنشوف الحين مع بعض. تعالوا خلونا نعطيكم لفة سريعة وعلى الطاير. الأفخم وأجمل معرض بالقادسية، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شوفوا هذولي، وعدنا نقول إن شاء الله بكرة مرهم ونغطيهم لكم. هذولي غير اللي برا ترى بعد، والمعرض ترى إلى الآن ما أكتمل. شكل وتصميم خيالي ما شاء الله تبارك الله. عمار حبيب قلبي شلونك؟ شخبارك؟ أهم شيء يا عمار احرص لنا على الخصومات. أبشر 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 على الخصومات اللي يجي من طرفي لازم خصم زين من طرفك مرة مراعاة خاصة يعني. يا بعد حياة الله طول عمرك. إياك يا بعد. شوف شوف الدخلة ما شاء الله تبارك الله. لا طول رايكم ترى تونا بعد ما شفنا المبنى الحين. أوريكم فيكم مبنى جاي بشكل خيالي، جاي بشكل مرتب ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف هذول اللي بنصورها الحين، الوان مميزه. الابيض هذا ترى جاي بدرجه اللون اللؤلؤي الثلجي ودرجه من درجات اللون الابيض. الاخضر هذا شفناه قبل شوي. وهنا تجيك الصاله او المكتب، جاي بشكل فخم، دورين ما شاء الله تبارك الله. واول ما تدخل راح يقابلك هالمزيون كولن بلاك باتش بلون مميز. شوف اللفت هنا تصعد الدور الثاني، هذا المكاتب حقين المبيعات ما شاء الله تبارك الله. شغل مرتب، شغل دلع، ما كأنك داخل شركة معرض بالمعارض القدسية. شوف شوف فخام، شوف مكاتب، هذول المكاتب حقت المبيعات. شوف ما شاء الله تبارك الله، صراحة أهنيهم على الشغل اللي يفتح النفس، إبداع معنى الكلمة. حتى الكافي طبعا جاي. أنا شوف كم الساعة، ترى مسكرين هم. شوف كم الساعة، الساعة 10 مسكرين، الساعة 9 بس إني جاي بصور هذول على الطاير وبعدين نتفرغ ونصور لكم المعرض بطريقة فخمة. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذا كله بلاك باج، يستاهل تحط المفتاح بالستيكر هذا لأن اللون الداخلية راح يكون نفس لون المفتاح. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال ما شاء الله تبارك الله، شيء من الآخر، شيء من الآخر. شوفوا السعر 3,300,000. يا ناس يا زين ريحة سيارات روز، روز بالذات لهم ريحة تختلف، نكهة ريحة غير عن جميع السيارات.
لو واحد يغمض عيونك ويفتحوا لك الباب تشم ريحة الجلد تدري ان هذه سيارة من سيارات روس. اللون اورنج تخشيب الكربون فايبر حق البلاك باج المعروف. شيء من الاخر شيء من الاخر. مش هو تبغى لا عينك على الفخامة. اعطني رايك يا الحبيب. شيء فوق الوصف. هنا تدخل اذا هنا استقبال وعندك هنا كافي جلسة قهوة تروق. شوف اعطني رايك بالله. دلع دلع. انت متخيل هذا معرض وين؟ معارض قدسية. حتى كواب الكافي نفس شعار بريني. شغل من الاخر شغل من الاخر. تكيت قهوة تفرج على السيارة الفخمة الأشياء الحلوة وهالكلن يفتح النفس. قول آمين عسى ربي يرزقكم مثله ودبل قيمته 50 مرة. وخلونا الحين نصور لكم الألوان المميزة G63 والرينج روفر. تعال تعال شوف الالوان الحلوه. تعال هذا اللون جاي على تركوازي على درجه من درجات اللون العشبي. جاي لونه غريب. اللون مع الاضاءات يعطيك لمعه ثانيه. اذا كانت الاضاءه ضعيفه راح يعطيك شوي اسود. الاضاءه القويه بيعطيك لون عشبي مع تركوازي مع لون عجيب صراحه. لون عجيب. والداخليه بالاسود وترى هذا موديل 23. شوفوا شوفوا الداخليه باللون الاحمر. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. عطني رايك يا الحبيب. عندهم بعد اغلب الالوان بس هذولي الالوان الحصريه اللي نزلت في 23. يا عيني يا عيني كاربون فايبر وعندك طول عمر الداخليه باللون الاحمر. ما شاء الله تبارك الله. السعر يا ابو بندر 1,280,000 والتخشيب كامل كاربون فايبر. ما شاء الله. بس اللون الدرجة عجيبة عجيبة. وهذا الأبيض اللي جامع ما بين الثلجي وما بين اللؤلؤ الثلجي. بقى اللؤلؤي مايل للبيض. بعض اللؤلؤ يجيك مايل للأصفر. هذا لا مايل للأبيض. دخليته أحمر وفل كاربون فايبر بعد. وفي اللون هذا بعد الاخضر شفناه. في ناس بيحبون اللون لكن لاحظت انه بس هذا اللي فيه دعميه وكلنا بالنايت باكج. شوفوا الاخضر. نفس الطريقه كله كاربون فايبر. مرضين جميع الأذواق كل الأذواق. وهذا الرنج الرنج نشوف لكم أي فئة الحين. دايم أغلب الفئات راح تكتب وين؟ هنا. هذا أوتوبيوغرافي فرست إديشن راح تكون هنا تحت. شوف ما شاء الله يا عيني. شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الله. لون الداخلي طلب شخصي طبعا. اول لون شوفوا هنا بالسعوديه باللون هذا. شوف اللي اعطونا رايكم اللون فيروزي. اقرب ماله اللون فيروزي. ما شاء الله تبارك الله. التخشيب هنا بالاسود اللامع مع الاسود. شوف شغل لكم ستارت وين هنا. صوت تشغيل طبعا 8 سلندر 530 حصان. 6 سلندر راح يكون 400. جنط مقاس 23.
شوف الداخلية، غريب اللون، غريب وجاي جريء زي الوان النايت باكيج زي الوان شو اسمه الكولونل بلاك باج، الوان جريئه زي سيارات بلاك باج من روس. شوف لون الباب، والله هذا باب تحكم خلفي، والتخشيب كله بالاسود اللامع. اعطونا رايكم بالله. وش هو تبورك هو قصر الإضاءة عشان أبين لكم اللون أكثر. عطني رأيك يا الحبيب. شوف الأبواب عجيب صراحة، لازم محلون الجريء نعطيكم تصويرة من جهة السواق. شوف أعطونا رأيكم واكتبوا لي تحت وش رأيكم باللون. شوفوا وش هو تبورك هو جاي جريء، جاي جريء وفخم بنفس الوقت. الطاري شكله فخم، كل من شركات الماركات الفي زي كذا، جميل صراحة. ولون هادي، لون هادي. ايش رايكم بالله؟ كامل على الطبلون هنا ما شاء الله تبارك حبيبي الاسود. هنا شوفوا تكحلات كتابك هلا جايه باللون الرمادي الغامق، قريب اللون الاسود. وهنا عندنا الجيلس بعد شيخ الجيلسات، جيلس ميباخ، بس هذا يبي له جلسه ان شاء الله. وهذا بعد من الالوان المميزه 22، هذولي 23، هذا 22 فول كاربون بعد. والداخلية أحمر 1,240,000، ما شاء الله تبارك الله. بس خلصنا غالين، بحط لكم أرقامهم وحساباتهم، قولوا لنا عن طريق بندر إن شاء الله ما راح يقصرون معكم. لا تنسانا يا حبيب رشيد عطل لايك على السريع. في أمان الله وبحفظ الكريم. بعضكم يقول بندر ليش النور شغال ونور لا، كل اغلب سيارات مرسيدس اذا الموتر واقف وقفه مو مستقيمه يعطيك سطب واحد شغال واحد طافي عشان ينبه السيارات اللي برا. ثمان الله.